يستهدف الثوار قوات النظام عن قرب بأسلحتهم الرشاشة وقذائف الدبابات والهون. هنا في جبهة حلب المشتعلة تحاول جميع الفصائل ألا تعطي قوات النظام وميليشياته فرصة لالتقاط الأنفس والتمركز وتحصين مواقعها، وخاصة في القرى التي تمكنت من السيطرة عليها مؤخرا في الريف الشمالي ولم يتمكن الثوار من استردادها بعد. والحديث هنا عن باشكوي وأجزاء من حردة نين. حردة نين بعد ارتيان يمشطها الثوار من بناء إلى بناء معززين سيطرتهم عليها بعد أن تمكنوا من طرد وقتل وأسر عناصر للنظام هاجموها صباح الثلاثاء الماضي. أرض الملاح المجاورة لباشكوي والمنطقة الاستراتيجية في الشمال والتي لم يتبقى إلا بعض المزارع فيها بيد قوات النظام كانت محور مواجهة عن قرب، بينما قصف الثوار مواقع النظام في جبهتي البريج والراشدين. في الجنوب دمرت غرفة عمليات تحرير حلب دبابة لقوات النظام في خان طومان، كما استهدف مقاتلوها بصواريخ لجراد تجمعات قوات النظام في مدرسة بيت الحكمة. في جبهة المدينة الداخلية أعلنت الفرقة 16 مشاة، مقتل عنصرين من قوات النظام وجرح 5 آخرين جراء اشتباكات على عدة محاور في حي الخالدية، كما استهدفت مواقع النظام في الحي. هدأت حدة القتال المباشر في الريف الشمالي اليوم، وغابت صور أسرى النظام وقتلاه بعد 48 ساعة ملأت فيها جثث جيش الأسد وميليشياته ساحات المعارك ومواقع التواصل والنشرات، بينما يتوقع الجميع اشتعال المعارك مجددا وفي أي لحظة.